أقام المركز الثقافي الروسي ورشة عمل بإعادة تدوير المواد التالفة بالمشاركة مع أطفال مركز نذير إسماعيل التربوي للفنون التشكيلية، وقام الأطفال بصناعة الدمى والروبوتات وأشكال مختلفة من توالف البيئة. أهلا فيك دكتور نيكولاي سوخوف، حضرتك مدير المركز الثقافي الروسي بدمشق. اليوم كنا عم نحضر ورشة عمل لإعادة تدوير الأشياء مع الأطفال بمركز التربوي نذير إسماعيل. احكي لنا شوي كيف تم التنسيق وأهمية هي التشاركية مع المركز التربوي. مساء الخير. اليوم ورشة من ورشات العمل العديدة اللي نقوم بمشاركة مع المؤسسات السورية مختلفة، أغلبيتها مؤسسات المجتمع المدني، يعني مؤسسات غير ربحية وغير حكومية. واليوم طبعا تنسقنا مع هذه المؤسسة من خلال أستاذة الفنون التشكيلية آية شهادة، هي مسؤولة عن هذا الموضوع. ونحن في المركز الثقافي الروسي يسرنا أن نستقبل الأطفال بمختلف الأعمار، أطفال ويافعين وشباب، لتقديم لهم إمكانية في تعبير نفسهم وتعبير موهبتهم في الفنون التشكيلية والنحات. نحت اليوم كانت بعض الأعمال النحتية، هذا لتطوير الشباب وتطوير الأطفال السوريين، هذا إحدى أغراضنا، وكذلك تقديم الثقافة الروسية للجيل الجديد. من أحد أهداف المركز الثقافي الروسي هي العمل على أنشطة الأطفال لتطوير مهارات الأطفال. خلينا نحكي عن أهمية هاي الأنشطة بالنسبة للطفل، خاصة بما يخص إعادة التدوير. قديش هاي هذا النشاط ممكن يوسع مدارك الطفل وخياله؟ طبعا هذا من علم السيكولوجيا معروف أنه أعمال يدوية ورسم والآخر يطور الدماغ. هذا الشيء اللي بعد ذلك يؤثر على مستوى التعليم ومستوى الدراسة ومستوى حتى التعامل الاجتماعي للطفل، وهذا مهم جدا. ولذلك نحن نحاول كمركز ثقافي روسي أن نطور هذا المجال كما قلت مع بالتعاون مع المؤسسات السورية مختلفة وكذلك مع وزارة التربية، هذا طبعا فيما يخص التعليم الروسي والآخر، لكن من خلال المؤسسات الاجتماعية نحن نتوصل إلى الأطفال
من فئات مختلفة للمجتمع، ونعطي هذه الفرص لهم ببنايتنا وبوسائلنا الموجودة في المركز. بدنا نحكي عن خطة المركز المستقبل القريب بما يخص أنشطة الأطفال، ماذا يخطط المركز الثقافي الروسي؟ طبعا عندنا خطة من الورش العمل مثل هذه اليوم، وكذلك مسرحيات للأطفال بلغة عربية وبلغة روسية، وكذلك العروض الفنية موسيقية. هذا كل شيء في برنامجنا لهذه السنة. يعطيك العافية، شكرا كثير لحضرتك. بس أرجو المشاهدين ليتابعوا صفحة فيسبوك وتليجرام للمركز. آية شحادة، مسؤولة علاقات ثقافية بالمركز الثقافي الروسي. أهلا وسهلا فيكي. أستاذة آية، خلينا نتعرف اليوم على الورشة اللي عم تنقام اليوم بالبيت الروسي، شو هي طبيعتها لهي الورشة؟ كيف تم التنسيق؟ مين الأطفال المشاركين؟ المركز الثقافي الروسي كالعادة دائما عنده مشاركات مع أطفال من مراكز تربوية. بنحاول نحن دائما نعمل دمج بين أطفال روس وأطفال سوريين للتعرف على ثقافات بعضهم. من فترة كنا نحن عاملين الماتريوشكا الروسية، اللعبة اللي بقلبها لعبة، طبعا هي بتدل عن الأم، فكان الهدف فيها أنه كيف يرسموها، كيف زخارفها التراثية. طبعا في إلى نوع من أنواع الزخارف المميزة تعرفوا عليها الأطفال، صار في عندهم اهتمام أكثر بالشغل فيها، صار عندهم أفكار أكثر. التراث السوري نحن دائما بنحاول مثلا نعمل اشياء للصدفيات، يحاولوا يقصقصوا من اشكال صغيره يعملوا منها شيء مناسب. دائما مركز ثقافي روسي بحاول يعمل نشاطات مع الاطفال يلي ليست عندهم القدره لتسجيل باي مراكز، يعني اي شيء مجاني بهذا المركز دائما باب مفتوح لجميع الاطفال هون. كان في كمان كتير فعاليات بخصوص المركز الثقافي الروسي، اشتغلنا مع ذوي الهمم اللي هن أبناء الشمس. كان في عنا مؤخرا بجمعية السفينة عرفناهم على التراث الروسي، فكانوا لابسين هن شراويل وطرابيش، والمساعدين من عنا كانوا لابسين لباس فلكلور روسي، تبادلنا الألبسة، تبادلنا الرقصات. فبالنسبة لمثل هيك أطفال ذوي همم، بالنسبة لهم هاي الأشياء كتير مفيدة، الدمج يعني بنحاول دائما نعمل افكار جديده. اليوم الورشه قائمه على فكره اعاده التدوير، في فكره معينه او موضوع معين عم يشتغلوا عليه الاطفال اليوم؟ طبعا موضوع انه تدوير الاشياء، مخلفات الطبيعه هي الاشياء اللي دائما نحن بالنسبه لنا هي اشياء لا قيمه لها، ولكن نحن عم نساوي قيمه لها. بعد اول ورشه عمل نحن عملناها هون صرت اسمع اراء الاهالي بالبيت، خبرونا انه الاطفال صاروا يهتموا بادق التفاصيل، بغطاء القنينه البلاستيك، بعلبه الدواء الفاضيه، باي شيء ممكن هن يستفيدوا منه. بيكون الطفل هلا خصوصي هلا بهي المرحله، نحن الطفل عندنا معلق كثير بالموبايل، بس بالنسبه له لما عم يجي لهون عم يقعدوا مجموعات كبيره 20 و30 طالب، هذا الشيء بالنسبه لهم عم يعطيهم مثل هيك حافز اكثر لاعاده هذا الشغل كله. هذا كله كان طفولتنا نحن، بس بالنسبه لهذا الجيل نحن لازم نرجع يعني نحيي فيه هي الاشياء. بعد عم لاحظ انه الاطفال بعد كل ورشه عمل عم يكون في افكار جديده بنهايه هذا الطفل، يعني براسه في اشياء ما لا ممكن نتوقعها نحن. حتى عم لاحظ نتائج كثير حلوه، اشياء جميله، بضل طفل والطفل شو ما اشتغل حلو. هاي الورشات اللي عم يكون فيها المركز الثقافي الروسي مع الاطفال، كيف عم يتم التنسيق ان كان مع ذوي الهمم او مع المراكز التربويه؟ يعني انتم بتتوجهوا للمجموعات ولا لحدا معين ولا للاطفال بالذات؟ اول شغله هو الهدف الطفل. منشوف وين المراكز اللي بيجتمعوا فيها أطفال، إن كان مراكز تربوية إن كان جمعيات، منحاول نستثمرهم، نأمن لهم المواد اللي ممكن هنن يشتغلوا فيها، في أشياء هنن بيشتغلوها. دائما منحاول نحن الطفل الشيء اللي يشتغله هو ما يكون شيء عادي، ما يكون شيء لا قيمة له. يعني نحن دائما عنا بازارات، بالبازار بتنباع هاي القطعة ولو بمبالغ مالية قليلة، بس بالنسبة للطفل إنه هو اشتغل شيء عمل شيء.
مثل زاوية الهمام نحن صرنا مشتغلين مع كذا جمعية. هدول الجمعيات يعني 5 جمعيات لحد هلا، هن أشخاص طبعا بيشتغلوا أشياء، إن كان صوف إن كان سلل قش، فنحن أمنا لهم هدول المواد، معهم هلا وقت يشتغلوا فيهم. بالشهر الخامس رح يكون عنا بازار بالمركز الثقافي الروسي، رح يجمع ذوي الهمام 5 جمعيات، رح يكون لهم طاولات. ريع هذا البازار رح يكون لهم للشخص نفسه اللي اشتغل، لأنه هن بالنهاية يعني أشخاص يعني ما عندهم مردود مادي، ما عندهم شيء، فبالنسبة لهم إذا باعوا شيء قطعة مثل هي حافز كثير لهم لاندماجهم بالمجتمع أكثر، ليحسوا بقيمة ذاتهم. بالأطفال اليوم اللي موجودين هن من مركز نزير إسماعيل التربوي، هن أول مرة بيكونوا موجودين بالمركز الثقافي الروسي وبيعملوا هيك نشاط معكم؟ اليوم طلاب نزير إسماعيل أول مرة، لأنه نحن رحنا لعندهم زيارة، شفنا في عندهم أشياء كتير حلوة بيشتغلوها، إن كان بعجينة، العجينة هي مواد كتير جدا بسيطة يعني الطفل بالبيت ممكن يشتغلها، فنحن بنختار الأشياء المبسطة ليقدروا يشتغلوا فيها. المراكز التربوية هي كتيرة بدمشق، فنحن دائما بنحاول كل شهر ناخذ مركز معين منهم يستفيدوا هن، نحن نستفيد من خبراتهم. في آنسات عندهم شغل كتير حلو، يعني هن جايين يعطونا اليوم خبرة ونحن نعطيهم خبرة. كيف شايفة إقبال الأطفال والحافز اللي عندهم على العمل؟ بالنسبة لإقبال الطفل لاحظنا بشكل كتير كبير، الطفل عم يجي يحضر مسرحيات عنا بالمركز، يحضر ورشات عمل، في عنا كل صيف أسبوعيا عرض فيلم كرتون من التراث الروسي. هذا الشيء عم يشجع الطفل أكثر لجاي على المركز، في منه سجل لغة روسية، هذا الشيء بيحفزهم أكثر. يعني كل صيف نحن عم نلاحظ إنه في عنا أعداد أكبر وأكبر. خلينا نحكي بالمستقبل، شو خطتكم للوقت القريب؟ شو حابين تعملوا بالمركز الثقافي الروسي؟ أنشطة تانية مع الأطفال؟ في عنا كتير خطة مهمة، هي مفروض بلش من بداية الشهر القادم، موضوع الكاتب الروسي ألكسندر بوشكين. ألكسندر بوشكين هو مثل ما معروف كاتب قصص خرافية، قصص للأطفال، قصص الأطفال، في إلى كتير كتب للأطفال مع رسومات حلوة، هذا الشيء لازم يستفيد منه الطفل. فرح يكون في عنا كمركز ثقافي روسي مسابقة سنوية لقصص الكاتب الروسي ألكسندر بوشكين، رح تكون مدتها عبارة عن 4 شهور الصيف، الطفل بيرسم فيها، بيقدم اللوحة للمركز، رح يكون في عنا لجنة، رح يكون عنا فائزين. طبعا هي المسابقة هي حتكون شاملة ليس دمشق فقط، رح تكون شاملة باقي المحافظات، كونه اللي الطفل اللي بيدرس روسي بالمدارس فهو صار عنده فكرة عن هاي الأشياء، هدول القصص. فهي من ضمن الخطط الكتير مهمة بالنسبة للمركز، حتصير سنوية، وإن شاء الله كمان بدنا نعرض فكرة على وزارة التربية، بلكي بتكون شاملة مع وزارة التربية كمان. فنان تشكيلي معتز العمري، مدرس، فنان تشكيلي ومدرس في مركز نظير اسماعيل التربوي للفنون. لو سهلة فيك، اليوم مثل ما أننا شايفين المركز التربوي نظير اسماعيل موجودين أطفاله بالبيت الروسي بالمركز الثقافي الروسي ضمن هاي الورشة، حكي لنا شوي كيف تم التنسيق مع المركز الثقافي الروسي، حكي لنا شو مضمون هاي الورشة. طبعا كانت في عملية تشاركية نحن والمركز الثقافي الروسي بعد زيارة لهم، وكان في طرح انه يكون في عمل مشترك مع بين اطفال المركز عنا واطفال المركز الثقافي الروسي، فنحن كنا متجاوبين. طبعا نحن هذا الشيء كثير مهم انه يكون في عملية من التعاطي والتفاعل بين اطفال يعني مركز تربوي ومركز ثقافي روسي ليخلقوا حالة، يعني هون في تجارب هون تجارب، فكثير مهم الحالة، وكان التنسيق من خلال الست آية المسؤولة عن الشغل الثقافي هون بالمركز الثقافي، وتم الترتيب معها على هذا الموضوع.
اليوم في أفكار عم يشتغلوا عليها الأطفال، شو هي الأفكار اليوم عم يشتغلوا عليها من موضوع إعادة التدوير؟ في أشياء عم يعيدوا خلقها من جديد الأطفال، عم يعملوا عمل فني من خلال أشياء كانت تالفة وعيدوا إحيائها. خلينا نحكي بالأفكار اللي عم يشتغل عليها الأطفال اليوم. تمام، هلا نحن عم نحاول دائما نوسع المدارك عند الطفل، يعني اليوم عم نحاول نقول للطفل نحن هاي الموالد اللي عندك التالفة أو المخلفات تبع البيئة اللي بتنكبل عادة، انه فيك تستفيد منها مثل انينة المي، مثل اي شيء، الاغطية، الازرارات، اي شيء، فنحن بنعمل له عصف، الخيطان، الاواعي، القماش، كل هذا الحكي انت فيك تستفيد منه، انك تعمل منه اشياء تستفيد منها للبيت، يعني تستفيد منه كشيء تخديمي وكقطعة فنية. نحن فهون لما انت توسعي مدارك الطفل عم تخلقي له حالة، يعني وعم تخلي الفكر الطفل عنده فكر ويصير يعني الافق مفتوح عنده، وهذا الحكي بينطبق، بيصير على دراسته، بينطبق على حياته، فانت عم تفتحي له الافق لكل شيء ليفكر هو، وبس خلقتي له حاله من الفكر معناته عم تخلق جيل انت جديد. يعني احنا عم نحاول اليوم نسعى لخلق جيل يحمل فكر، يحمل ثقافه، يحمل انه هاي الاشياء لها قيمه، يعني صح هي توالف بس هي لها قيمه، وكيف تتحول من شيء مهمل وممكن ينكب لشيء انه يعمل منه عمل فني. هلا كثير احيانا بالورشات الاطفال بيجيهم افكار جديده، عم يجيكم هيك حالات يعني انه اطفال عم يكون عندهم حاله ابداعيه بعيده عن توجيهاتكم، من نفسه عم يعمل شيء، عمل ابداعي فني، اذا في امثله تطرح لنا اياها؟ والله هلا ما بخفيك، يعني احنا عندنا الاطفال دائما اول شيء بيكون في عمليه توجيه، وهلا مهم عمليه التوجيه، بس كمان لازم تتركي مساحه للطفل مثل ما حكيت ليخلق وليبدع شيء ما يكون موجود. هلا نحن بتفاجئنا احيانا نماذج من هدول الاطفال، وعم نشوفهم نحن وعم يكون في عندهم شيء متميز، يعني هلا مثلا بيكون في مجموعه من الاطفال مو بالضروره يكونوا كلهم متميزين للامانه، ممكن يطلع منهم اثنين، وهذا شيء مهم يعني، وهذا المتميز عم بيعكس على الاخرين وعم بيعملوا حاله من التنافسيه بيناتهم، يعني لينجز عمل. هون انت مثل ما حكيت عم تعملي عمليه بحث، فهو انت لما عم تقدمي له المعلومه وكيف عم تصير وكيف هاي الخامه وكيف يستفيد منها، عم بيرجع هو بيعمل بحث او عم بيسال او عم بيشوف عن طريق النت ليعمل شكل جديد بفاجئنا فيه. يعني هو بيحاول الطفل يعمل لك ابهار، يعني لما يعمل شيء جديد انه بيحاول يتفوق عليك احيانا، فهي كثير حلو مع الاطفال انه ينشغل هذا الحكي. كثير في افكار انشغل عليها، موضوع التوالف البيئه مثل الاناني تنعمل منها اشكال تنحط فيها ورود، مثل مثلا ينعمل اشكال لسيارات، لروبوتات، من الكراتين، من كثير قصص، الشمس، القمر، الكواكب، كلها هي فينا نعمل منها من توالف البيئه. فينا مثلا الشنط، مثلا فينا نعمل شنط، يعلمون الاساتذه كيف يعملوا شنط من توالف البيئه، هي كلها شغلات تخدميه وشغلات مثل ما حكيت تفتح الفكر للطفل. يعني بدي اعرف من حضرتك ردات فعل الاطفال وقت اللي عرفوا انه في دعوه من المركز الثقافي الروسي ليقيموا بهي الورشه او يشتغلوا بهي الورشه، كيف كانت ردات الفعل عندهم؟ تحكي لنا عن مشاعرهم، عن الانطباعات الاوليه. هلا ردات الفعل عند الاطفال وعند اهاليهم، يعني الاهالي انبسطوا كمان كثير، كان في تجاوب من الاطفال من الاهالي انه في حاله انتقاد، من هو عمليه المزج دائما مهمه، يعني لما انت تعملي مزج بين ثقافات، تعملي مزج بين حضارات، كثير هذا الحكي مهم. لما يكون في ناس عم بيشتغلوا مثل الست آية والاشخاص اللي عندهم فكر منفتح وعم يعملوا هاي النشاطات ونحن بالمراكز وهي التشاركيه، اكيد رح تنعكس على الطفل، فالطفل كثير عم يكون مبسوط وكثير متجاوب، كثير اطفال انبسطوا، كثير حبوا هاي الحاله واجوا دغري، يعني مع انه اليوم عطله ورمضان، فهن تجاوبوا مع الموضوع واجوا بشكل كتير سعيد، واهاليهم اجوا وصلوهم، فكتير الحاله كانت حلوه صراحه، وبنتمنى انها تتوسع هاي الحاله، يعني نتمنى احنا اليوم تمتد على مساحه الوطن هاي، لانه الوطن بحاجه هاي الاشياء، يعني اليوم الوطن لاعاده بناء سوريا القويه الحديثه تحتاج اطفال اقوياء، اصحاب فكر، اصحاب همه عاليه، هاي همه لما يجي اليوم الاطفال وهن صايمين وهن تعبانين، هاي همه عاليه، فانت الوطن بيحتاج لهدول الاطفال لبنائه، يعني الوطن ركيزته هن هدول، هي وركيزة الوطن هن الأطفال، بس بنيتيهم صح بنيتي الوطن صح كله.
آلاء الكيلاني مدرسة بمركز النذير إسماعيل التربوي للفنون. أهلا وسهلا فيكي أستاذة آية، عم شوفك عم تعملي عجينة ما بعرف شو، حكي لنا عن شي اللي عم تعمليه هلا. هلا من توالف البيئة نحن عم نشتغل، نستخدم مثلا كرتون، عم نستخدم أناني، أي شيء ممكن نستخدمه، وبعدين بنضيف عجينة السيراميك اللي هي عبارة عن غرة ونشا وفازلين، فبنشكل منها أشكال، بنضيف المحارم، بنضيف أي شيء، أي شيء للكب بنضيفه وبنطلع بال. برأيك قديش مهم الطفل يشتغل على موضوع إعادة التدوير؟ كتير مهم، لأنه الطفل بيعرف قيمة كل شغلة هيك، يعني بحس أنه طلع من الشغلات اللي هي للكب بس طلع عمل فني كتير رائع، فهو بيشعر بقيمة كل شيء بهذا الحكي. بدنا نعرف أكثر من حضرتك، من خلال تجربة حضرتك بالشغل مع الأطفال، قديش عم يخلق هذا الشيء حالات إبداعية عند الأطفال؟ نحن عم نشوف كتير أطفال يعني عم تتفاعل مع الأمر هذا، ويعني يطلع منهم كتير كتير شيء حلو، يعني مو كل الأطفال طبعا يعني، بس في ناس كتير يعني عم يبدعوا. هلا إينان القائد، هلا وسهلا فيك. هلا نعرف شو عم تشتغل حضرتك هون بالمركز بهاي الورشة؟ عم ساعد الأولادي طبعا، دائما أنا بشجعهم على الفن لأنه بتنمي المواهب وبتخليهم يكتشفوا أشياء جديدة. وهلأ طبعا هاي الورشة هي إعادة تدوير على أدوية أشياء مهملة، يعني عم نسوي أشياء جميلة، يعني يتعلم الطفل كيف يصنع الجمال من أشياء ما لها قيمة، فمساعدهم دائما بشجعهم كونه أنا أستاذ جامعي كمان. الله يسلمك يا رب. فبحاول دائما جهدي يعني يكون معهم بهالأمور هاي. حضرتك أستاذ جامعي وفنان، دورك كأب وجودك مع أطفالك اليوم قديش بيعطيهم حافز لحتى تساهم معهم بالعمل؟ يعني هذا في عمل تشاركي ما بين بإنجاز قطعة فنية من أشياء تالفة بينك وبين أطفالك، قديه هذا الشيء مهم؟ جدا مهم، يعني دور الأب إن كان الأب أو الأم في الأسرة، يعني لازم نعلم أطفالنا ونضل معهم دائما بكل المراحل ونشجعهم يسووا أشياء جديدة وأفكار جديدة ويبدعوا. يعني الفن ضروري للحياة صراحة، بيفيد الثقافة، بينمي فكر الطفل، بيوسع آفاقه، يعني دائما لازم يكون يعني ولو هلأ يعني تقريبا هلأ عطلة، فاستغلينا الفرصة أنه نكون معهم، يعني عادة في شغل وهيك نكون مشغولين عنهم، فدائما بنحاول بالعطل أو الإجازات أو هذا نكون معهم نعلمهم شيء جديد ونتعلم، نحن نعلمهم وهنن يعلمونا كمان، يعني مو بس نحن نعلمهم كمان نتعلم منهم. برأيك قديش مهمة هاي النشاطات اللي عم بيكون فيها مركز ثقافي الروسي بتبادل الخبرات الثقافات من خلال هاي الأنشطة؟ الأنشطة طبعا اللي عم يعملها المركز الثقافي الروسي جدا مهمة، ونحن ناشطين دائما ومنتابعهم متابعين جدا لألون، وبنحب هاي النشاطات، يعني دائما ما شاء الله المركز الثقافي الروسي نشيط جدا بهالأمور وخصوصا بنشاطات الأطفال، ودائما بيدعونا ونحن منجي كتير مبسوطين، يعني مثل رحلة جميلة، رحلة فنية جميلة، وبيكون داعمنا ومقدم لنا الأشياء اللي لازمة وقدم التدريب والدعم والتعليم، فكتير شيء حلو، أنا حاسس إنه أولادي كتير مستفيدين. أنا اسمي كرم القائد. أهلا وسهلا يا كرم. كرم شو عم تشتغل هون؟ حكي لي عن الشيء عم تشتغله. هلا أنا عم أشتغل ولد، بدي لزق له الرجلين هلا والإيدين وغلف هلا بالبرتقالي هون. شو اشتغلت هذا الولد؟ شو الأشياء اللي استخدمتها؟ استخدمت الإيفا والشرايط وعلب الأدوية واللزق. برأيك أنه هدول الأشياء اللي عم تشتغل منهم هلأ هذا الولد أنت أو العلب الفاضية، نحن كتير بنقدر نستفيد منهم بعد ما جيت على هاي الورشة، لقيت أنه أنت بتقدر تستفيد من كتير أشياء وترجع تعملها قطعة فنية؟ طبعاً. مثل شو غير العلب الكرتون شو كمان عم تشتغل؟ بالإيفا وبالشرايط كمان وهي وبالوراق الملونة كمان وباللاصق كمان بنلزق هدول. قديش استفدت من وجودك هون بهي الورشة هلا؟ هلا استفدت أنا هلا كتير من الشغلات إنه بإعادة التدوير، واستفدت إنه فينا نرجع الأشياء اللي ما بنياها نرجع نساويها لشيء حلو كتير، إنه نصنع شيء من لا شيء.
رح تطبق هاي الفكرة بالبيت؟ طبعا بس ساوي شيء تاني غير هاي. اسمي عبدالله كوكي، احد طلاب المركز الثقافي الروسي. اليوم مشارك انت بورشة اعادة التدوير مع طلاب نزير اسماعيل، مركز تربوي نزير اسماعيل. احكي لي شو بتتضمن هاي الورشة اليوم؟ بتتضمن اعادة تدوير لعلب ادوية، انانيا مي، كاسات بلاستيك والى اخره. وهي ورشة العمل انه كوننا نحن انه كطلاب انه اهلنا عم يعلمونا على شيء ونحن عم نعلم اهلنا كمان على شيء، انه مثل رد معروف او كذا. طيب انت لك هي المشاركة اول مشاركة لك بالمركز الثقافي الروسي او لا في كان لك مشاركات غيرها؟ كان في مشاركة الي، شاركت فيها وسوينا مشاريع مثل هذا المشروع كمان. هذا المشروع انه عبارة عن انه عن الشتاء بالقطب الشمالي، انه بيت ثلجي ودب وهون المحيط الجليدي البطريق فقمات، وانه هدلون طايفين على شكل على ثلجاية صغيرة. طيب هذا النشاط هو عبارة عن شو كان يعني كفكرة انتو تشتغلوها؟ يعني فكرة الموضوع انكم تشتغلوا شيء عن القطب والدب ولا لا؟ هي فكرة من افكارك؟ لا هي انه الانسة هي طلبت لانه منا انه نعمل شغلة عن القطب الشمالي وشغلة عن الشتاء، مثلا مثل توديع على الشتاء او كذا، بانه يعني هلا قريبا انه ان شاء الله قرب يخلص الشتاء. طيب احكي لي شو المواد اللي استخدمتها؟ استخدمت الفلين، استخدمت عجينة اللي هلا كانوا عم يحكوا عنها، عجينة، وسويت بدنا هدول المجسمات كلياتهم شايفتيهم، وقطعة كرتون صغيرة بس. هدلون كل شيء استخدمته، وألوان مائية عشان لون فيهم كل هدلون. طيب انت برأيك قديش مهم هي تشارك بهي النشاطات؟ انت كطفل برأيك لك قديش بتعطيك؟ شو بتستفيد؟ بستفيد منها إعادة تدوير، إنه مشان ما نهمل أي شيء، إنه مثلا رمي نفايات برا أو كذا، لا لازم نحن إنه ناخذها ونستفيد منها بأكثر من شغلة، ونستفيد منها كثير، إنه أهالينا هيك بيكونوا عم يعلمونا شغلات وأساتذتنا، ونحن إنه عم نعطي إنه كمان عم نعطيهم شغلات حلوة لأهالينا، إنه ككونهم عم يعلمونا على إعادة تدوير وشغلات كثير حلوة. طيب قلت لي حضرتك انه انت من دائما بتتردد على المركز الثقافي الروسي، شو الانشطه اللي بتشارك فيها؟ شو الفعاليات اللي بتحب تحضرها اكثر شيء بالمركز الثقافي الروسي؟ هلا انا مشارك باكثر من فعاليه بالمركز، كعزف بعزف جيتار، الي سنتين بعزف جيتار بالمركز، بس اي انه الي يعني انه اكثر من سنتين كمان تقريبا بعزف جيتار، ومشارك بشي 3 فعاليات، وهلا عن قريب انه كمان في فعاليه جديده ان شاء الله حنشارك فيها، وبتمنى انه كمان اشوفك فيها الفعاليه الجايه. لما خبروك انه في يعني ورشه بالمركز، احكي لي شو كانت رده الفعل الاولى وليش حبيت تكون موجود؟ لانه شغلات انا ببرع فيها، هي انه بعرف انا اشتغل فيها، فانه قررت اني انا بحب هي، انه كوني انه مثلا بعرف اشتغل بهالشغلات واعاده تدوير وكذا، فقرر انه انا تحمست للشغله وبلشت دغري فتت فيها تقريبا يعني كلها تماما. انا اسمي جلال اسقان، نحن هون من الشباب السوري الروسي متطوعين دائما بالمركز الثقافي الروسي. اليوم عاملين فعاليه للاطفال بتعاون مع وزاره التربويه، عم نعمل بس عم نرجع اعاده تصنيع الادويه وفي الاناني المي، بس مشان يعني هن عم يشوفوا خبراتهم وعم يكونوا اكثر عم يطلعوا كل شيء بافكارهم وعم يطلعوهم عن الالعاب. طب احكي لنا عن طبيعة عملكم كمتطوعين هون مع الأطفال بهي الورشة، هل في قواعد أمان مع الأطفال استخدامهم هي المواد لمقص؟ في منهم أعمار صغيرة، احكي لنا كيف عم بتكون إرشاداتكم لهم، توجيهاتكم؟ طبعا هلا الإرشادات لا كمان دائما في أمان، مشان الصمغ نحن دائما عم نعمل الصمغ لأنه هو هذا كفرد، ومشان المقصات كمان المقصات نحن عم نقص لهم، وإذا هن أكبر شوي بالسن لأنه عم كل مختلف المستويات العمرية، في مقص حاد وفي مقص بلاستيك مشان الأطفال يحسوا إنه هن عم يعملوا شيء مو كل شيء نحن عم نعمله. من خلال هي التجربة بتعاملك مع الأطفال، احكي لي شو قديش في شيء انعكس على شخصيتك، وبالمقابل قديش عطيت الأطفال؟
والله كثير عم نعطي كثير من وقتنا، وبس وقت انت ترجعي على البيت وتتذكري انه اليوم بسطتي هالولد وبده يرجع على البيت حامل اللعبه او اليوم تعلم شيء جديد، كثير تنبسطي، يعني كل التعب بيروح. ومشان شخصيتي اكيد عم نتعلم، عم نتعرف على جميع المستويات العمريه، و يعني عم نحاول نتعلم اكثر واكثر، وهذا الشيء كثير عم يعطينا ونتعلمنا مشان الخبرات المستقبليه نحن كوننا كنشتغل مع العالم. طيب هلا كثير احيانا الاطفال بيطلع معهم افكار جديده غير الافكار انتم اللي بتوجهوها، فاحكي لي عن هاي الافكار اللي هيك بتكون ابداعيه من الطفل، قديش هيك بتلاقي ترحيب منكم؟ والله كثير في افكار عنهم عم يتعلموها لحالهم وعم يحاولوا يطبقوها، كيف يعني عم يحاولوا بس يعني هذا يطبقوها على ارض الواقع. في عنا هون الشاب كان بس بده يعمل صاروخ، حب يجيب بس هيك كم علبه ادويه وكم بالاناني، عمل صاروخ ولزه وعملوه، هلا مبسوط كثير فيه الشاب. فوقت هو عم يحس انه هو عم يعطي هيك بيصير في مثل صله يعني عاطفيه مع اللعبه، يقول انه هي انا عاملها وبينبسط فيها. اسمي آدم. أهلا وسهلا يا آدم. آدم شو عم تشتغل اليوم بالورشة؟ شو الأفكار اللي تعلمتها واشتغلت عليها بالورشة اليوم؟ اليوم حبينا نعمل من مخلفات الطبيعة كرتون، ويعني كل شيء يعني بدل ما ينكب نعمل فيه غراض. أنا عملت من الكرتون طيارة واستيكرات من الإيفا وأنينة مي فاضية وشريط وصارت طيارة، لزقناها وزبطناها. طيب اليوم غير انك انت تعلمت هذا الاشياء، قديش تعلمت من الاشخاص والرفقاتك اللي موجودين اليوم حواليك؟ تعلمت كثير شغلات، وانا بالمركز دائما هون مستمر على نشاطاته وفعالياته، وانا بتعلم لغة روسية ورسم هون كمان ورقص شعبي روسي. انا بسمة محمود، متطوعة عن مركز نزير اسماعيل، فنانة تشكيلية وبحب الحرف اليدوية كثير. خلينا نحكي اليوم عن هاي الورشة اللي هي قائمة بالشراكة ما بين مركز نزير اسماعيل والمركز الثقافي الروسي. هلا انتوا وقت بتشوفوا اول شيء الاندماج مو طبيعي، كثير حلو، عم بيشتغلوا الاثنين كانه روح واحده. الاطفال هي عباره عن اعاده تدوير، عم يخلقوا من كل قطعه ما لها معنى قطعه فنيه كثير حلوه. وهيك قديش مهم الفنان يشتغل مع الطفل؟ كثير حلو، يعني بيقدموا لك هنن اكثر ما انت تقدمي لهم. يعني نحن هلا انا بالنسبه لي كثير قدموا لي، غير الطاقه غير الافكار، غير انه اوقات الولد بيضوي لك على قصه انت ممكن تعمليها عمل لحالك، فكثير مهم، يعني تجربه كثير غنيه وكثير حلوه. وبشجع انه انا كثير الناس هيك يعني اللي بيختصوا بالفن يعملوا هيك تجارب يعني تطوعيه تحديدا. اليوم موضوع الورشه هو اعاده تدوير الاشياء، قديش هي الفكرة مهمة نشتغل عليها مع الأطفال؟ كتير مهمة، يعني إنه أول شيء الولد عم تعبي له وقته، ثاني شيء عم تعلميه إنه يخلق يبدع، فإنه كتير القصة مهمة. أنا ريتا جعلوف، مركز نزير إسماعيل. سهلا فيكي. اليوم نحن بورشة لإعادة تدوير الأشياء بالمركز الثقافي الروسي، شايفة قطعة بإيدك، احكي لنا عنها، شو مكوناتها، شو هي الأشياء استخدمتيها فيها؟ هلا هي صنعتها من كرتون، هذا يعني رجل فضائي من كرتون. أول شيء حطينا غيرها ومنا عجينة، العجينة هي عجينة سيراميك من غيرها ونشا وفازلين، وبعدين حطينا غيره وحطينا عليه محارم مشان نغطي شكل الكراتين، وبعدين بدنا نعمل اشكال بالعجين مثل وش او حي الله شيء بدنا نعمله، وبعدين اخر شيء بنلونه بيطلع شيء نهائي. قديش مهم نشتغل هيك اشياء بالاشياء التالفه ونعيد احيائها لتطلع قطعه فنيه؟ كثير والله مهم، انه يعني نحن بنستفيد منه باشكال او يعني مثل زينه او هيك شغلات. يعني قديش بده يكون الخيال واسع وغني لحتى تطلع معنا الأفكار الإبداعية؟ والله كتير كتير كتير، يعني بدي تفكير.
كيندا استيل. اهلا وسهلا يا كيندا. كيندا اليوم شو مشاركه بالورشه؟ شو عم تعملي؟ شو الاشياء اللي استفدتي منها واشتغلتيها؟ انا سويت اليوم طياره، واليوم اشتغلت انه اشغال فنيه. دائما بالبيت بحاول اسوي مثل هيك شغلات، ودائما بعمل اشكال حلوه. فامي شافت انا صف الاول، شافتني ام سجلتني بالرسم. طيب شو الاشياء اللي استخدمتيها، المواد اللي استخدمتيها لعملتي هذا الشكل؟ استخدمت أدوية، بعدين أنا لزقتهم هون، بعدين هيك صار الشكل. قديش مهم نحن نشتغل بإعادة التدوير؟ قديش بيحفز الخيال عنا؟ أنت قديش هلأ كيف لحتى طلعت معك هاي القطعة؟ تخيلتيها قبل وبعدين اشتغلتيها ولا كيف؟ اشتغلت أول شيء تخيلت بعدين عملتها. مشاركتك هون بالمركز غير بهذا النشاط او بالورشه، شو عندك انشطه ثانيه مشاركه فيها بمركز ثقافي الروسي؟ برقص بالي، ومشاركت بحفلات بالي ورقص. وتمثيل ما شاركتي بالتمثيل؟ هلا بس حفله شاركت، ويعني هلا بلشت بحفله ثانيه روسي. قديش مهم هيك تشاركي بهي النشاطات بالمركز الثقافي الروسي؟ شو بتحسي، شو بيقدم لك هذا الشيء، شو بتستفيدي؟ انه وقت بالمستقبل فيني اطلع على روسيا ادرس هنيك، فقال بكمل كل شيء هنيك بروسيا، فيني ادرس وانجح هنيك. عم تتعلمي لغه روسيه؟ شو بدك تقولي لنا بالروسي؟ حقول هيدي شو كان اسمها هي؟ قصه. سلانو داليتو في الكسلانو زال انتو في الكي انو اسكا زال نجني باشيري ايني تبيه افسي تشتيري. ترجميلي بالعربي شو يعني؟ الفيل واحد جاب له بوط، الفيل الكبير قام الصغير جاب له بوط، قام طلع صغير عليه، قام قال انا ما بدي اثنين بدي اربعه. شو حلوه، برافو.